ميشيل شلهوب structural engineer restorer مرمم. اليوم نحن هون حتى نحكي عن المبنى 479 مدور. هالمبنى يلي هو دايركتلي بوجه الكور ويلي تضرر بشكل كتير كبير بسبب المسافة القصيرة يلي بتفصله عن مركز الانفجار. النظام الهيكلي للمدور 479 هو مكون من حيطان رملية هي اللي عم تحمل الأوزان تبعون هالمبنى. بس عنده خصوصية هالمبنى انه كمان بمرحلة سابقة نزيد عليه حيطان كمان معمولة من البطون المسلح. ببعض المحلات كمان منلاقي أعمدة من البطون المسلح. حتى ببعض المحلات في عنا نوع من الشيناج أو التاي بيمز يلي موجودين هن بأعلى الحيطان. بناء على التقييم الإنشائي للمبنى قدرنا نحدد نوعية الأضرار الناتجة عن الانفجار. إذا عم نحكي عن الجدران الرملية، عدة أنواع من الأضرار اكتشفناها بهالموضوع هيدا. أولاً الإمبلين كراكس أو التشققات ضمن الهيكل تبعون الجدار. ثاني شيء الأوت أوف لين ديفورميشن، يعني وقت الجدار بيطلع من محله، بيطلع من البلان الأساسي اللي انبنى فيه. ببعض المحلات اكتشفنا كمان شيء بنسميه نحن كورنر ديتاتشمنت، وقت الزوايا بتنفصل عن بعضها. بناء لهالأضرار قدرنا نحدد شو نوعية الانترفنشن يلي لازم تنعمل. عم احكي على المستوى الانشائي. توزعت الاشغال على عدة مراحل. المرحلة الأولى هي ستيتشينج، حتى نبسطها هي إعادة تخييط هالشقوق الانشائية اللي موجودة بقلب الحيطان. بهالموضوع استعملنا الحديد المبسط ستينلس ستيل لإعادة تكوين الاستمرارية الإنشائية للأحمال ضمن الجدران الرملية. المرحلة الثانية لتدعيم الجدران هي structural plastering، وهي كناية عن وضع نوع من الشبك من الجهة الخارجية من الجهة الداخلية للحيطان أو الجدران حتى نحن نقدر نمسكهم ببعض. استعملنا يلي بنسميه connectors، كمان stainless steel، والمبدأ هو خلق نوع من الساندويتش بانل يلي بيزيد مقاومة الحيطان أو الجدران بالنسبة للزلازل أو بالنسبة للانفجارات مثل الانفجار اللي صار عنا ببيروت. أما بالنسبة للجدران يلي انفصلت عن بعض مثل الزوايا مثلا، استعملنا نوع من دول بارز يلي هن تيج مثل المسامير، يعني حتى قدرنا رجعنا ربطناهم يلي نوضعوا بشكل أفقي حتى يربطوا الحيطين ببعض كان بالزوايا أو شيء اللي بنسميه نحن تي كونكشن أو ال كونكشن أو بالمختصر وول تو وول كونكشن. ذكي بده يدق بالمطرقة لجوا. أزبط إيه؟ أيوه ها هي بس تمام. بدي شدد على نقطة أنه الترميم الإنشائي للمباني الأثرية بيختلف عن الترميم أو التدعيم للمباني يلي معمولة من البطون المسلح أو من الإنشاءات الحديدية. لهالسبب أنا بدعي كل المهندسين والتقنيين أنهم يستعملوا المبادئ الصحيحة بالترميم أو التدعيم للمباني الأثرية حتى نكون عم نرمم بطريقة علمية صحيحة ونعطي حياة أطول لهالمباني يلي هني تراثنا وتاريخنا بهالبلد.